نروح مع حضراتكم نتابع الحالة المرورية ونشوف حركة الطريق كده صباح اليوم دلوقتي بقى كيوم من أيام الأسبوع. يعني صحيح هو ختام الأسبوع ولكن ده في حد ذاته بيخلي فيه رش أور صباحية. تعالوا نشوف جوجل مابس وزي ما عودنا حضراتكم ابتدينا كده نشوف على مدار الحلقة كل شوية هيبقى معانا حركة الطريق نطمن برضو عشان أي حاجة أنتوا عايزين تعرفوها افتحوا على طول 8 الصبح هتلاقونا معاكم. حركة الطريق بنبتدي معاكم من طريق العروبة صلاح سالم أكتر الطرق حيوية ومؤشر للطرق المحيطة، وطبعا معظم الطرق بتسمع في بعض زي ما احنا بنقول كده بالبلدي. شفنا معاكم امتداد صلاح سالم أسفل كوبري أكتوبر قبل ما نطلع المطلع بتاع أكتوبر كده من عند طريق صلاح سالم. الدنيا رايقة لحد دلوقتي، ابتدت الكثافات تظهر معانا في منتصف كوبري أكتوبر سواء المتجه ناحية ميدان التحرير أو مطار القاهرة. أسفل الكوبري كمان في على مراحل كده بعض الكثافات لكن يبدو أن هي مش مأثرة على الحالة المرورية. أسفل كوبري أكتوبر كورنيش ماسبيرو في بعض الكثافات في بدايته وبعدين بيرجع لحالة أسيولة المرورية. المحور هنا في كثافات عاليه جدا بتظهر قدامنا باللون الاحمر وبعدها بشويه في كثافات متوسطه على الجهتين خاصه الجهه اللي بتصب عند ميدان لبنان. يعني يفضل في التوقيت ده لان هي ظاهره معانا كمان باللون النبيتي ده معناه انه في هنا كثافات عاليه فزي ما احنا بنقول دي ساعه الذروه الصباحيه. يفضل طبعا في التوقيت ده ان احنا ناخد الطرق البديله او ننزل بدري حبتين عشان نسرع بالنسبة لنا التوقيتات وكمان نستوعب نسب الكثافات المرورية.